بالنسبة للمعارف القلبية والروحية، هل يقال عنها علم حصولي أو حضوري؟ لأن هذه الأمور تأتي بلا واسطة. ما القضية؟ قضية واسطة. الضابط في الحصول والحضور ليست الواسطة. أولا، المسائل الضرورات العقلية نحن منقول هذه لأنه هي حاصلة أصلا في القلب، ما في داعي أصلا لاستجلابها. إنه السبعة أكبر من الثمانية، الأب وجد قبل الابن، يعني هي مسائل ما هي أصلا بحاجة لواسطة، هي بديهيات. تمام. فما القضية؟ الضابط إنه الواسطة. المسائل الروحية والمعارف القلبية لا تعتبر، انتبه، لا تعتبر لا حصوليا ولا حضوريا، هي مسألة مستقلة تماما. إذا كان، لأنه هي مسائل غير منضبطة فما بتدخل في هذا المجال أبدا. كيف غير منضبطة؟ يعني أنا مثلا والله جالس عم بذكر الله عز وجل، فوجدت الكرسي يذكر الله معي. طيب، أنا جالس عم صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هاي معارف قلبية. تمام. أنا مثلا في أثناء الذكر عرجت روحي حتى رأيت ملائكة، ورأيت ورأيت ورأيت، وحتى وجدت نفسي أنا شفت الكرة الأرضية تحتي وأنا فوق، وشفت ملائكة، ورأيت جنة، ورأيت نار، عروج روحي بيسموه. طيب، هذه هل هي علوم؟ لا، هذه تبقى في مجال الظنون. شاء من شاء من الصوفية وأبى من أبى من الصوفية. العلم هو اليقين. تمام. العلم هو اليقين. اليقين إذا ما صار يقين ما صار اسمه علم. هذه المعارف قد تدخل فيها نفس، قد تكون رؤية نفسية، قد تكون رؤية شيطانية عم يضحك عليه الشيطان، قد تكون رؤية حقيقية روحية، قد تكون صادقة، قد تكون كاذبة، قد تكون، قد تكون. إذن هي لا تزال ضمن الظنيات، ضمن الظنيات. فالمعارف الروحية والكذا خاصة بصاحبها فقط، فلذلك لا تعتبر علما. مجازا منقول علوم القلب. طيب، هذا بالنسبة لنا نحن. بالنسبة للأنبياء هي اليقين والعلم بذاته، لأنه هي الوحي. الأنبياء لهم خاصية الوحي، لذلك الأنبياء بالنسبة لهذا العلم، هذا علمهم وهذا يقينهم وهذا وحي الله إليهم، مقطوع الأمر قطعا تاما لا شك فيه. بالنسبة لهم هذا علم، لكن طبعا لما إذا أخبروا الناس به مثلا، إذا وصلنا بطريق مباشر عن النبي عليه الصلاة والسلام علم، لكن إذا وصلنا بطريق الإسناد صار عاد ظنيا، لأنه الإسناد ظني إلا إن كان متواترا كالقرآن الكريم، وحي أوحاه الله إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام ووصل إلينا متواترا. فالقرآن هو العلم، والعلم هو القرآن الرباني، العلم الرباني تماما، لأنه وصل عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام بشكل متواتر. هذا هو العلم. فأما الكشوفات والمعارف الروحية والكذا صاحبها والله هو واثق منها أنه هي حقيقية، فهي بالنسبة له علم، بالنسبة إلنا لا. تمام. ولا يستطيع أن يفخر بنفسه علينا بها، وليس له أن يعني يعلن أنه من أهل القلوب وأنه من أهل المعارف، وأن من سواه ليس عندهم معارف. أصلا هي بالنسبة إليك معارف، بالنسبة لنا لا، نحن ليست معارف، ليست يقينيات، كلها ضمن الظنيات تماما. ذلك في الإسلام نحن مسؤولون عن القرآن والقرآن وحده. وسورة الكهف
سيدنا الخضر عليه السلام علمناه من لدنا علما، العلم كان خاص به، لذلك موسى اعترض عليه انه كيف انت تقتل الغلام، كيف انت تكسر السفينة، كيف انت تبني الجدار، كيف انت تفعل كذا، هذا انا لا اوافقك عليه، هذا علم بالنسبة لك وليس بالنسبة لي. تمام؟ يعني القرآن على فكرة، قرآن في سورة الكهف بيّن أن هناك شيء، ومع أنه الخضر أنا متأكد 1000000% أنه نبي، أن هناك وحي، أن هناك علم لدني أوحاه إلى الخضر عليه السلام، وأن هناك علوم يقينية وعلوم روحية وربانية، القرآن يثبتها لكن لا يلزمنا بها، لأنه حتى موسى ما التزم بها. وما غضب الله على موسى، وموسى مقامه أعلى من مقامي، قطعا بدون أي شك أعلى من مقام الخضر عليه السلام، إن كان نبي أو إن كان ولي، سيدنا موسى أعلى بكثير من مقام الخضر، ولم يذمه الله عز وجل على ذلك، ولكن المسألة كانت للتعليم، يعني حتى يعلم الإنسان أنه هناك علوم قد لا يعلمها هو، ما يظن بنفسه أنه عالم الأمة وعالم الدنيا كلها وعالم القلب وعالم المدري إيش، يعني تهذيب للنفس ليس أكثر من ذلك. لكن هل هي ملزمة؟ لا، إلا إن أتت عن طريق نبي وبلغها الناس كالقرآن الكريم وككتب السماوية. فهذا بيان كتير، سؤال ممتاز ما شاء الله عليك، يعني سؤال جيد جداً، يعني تقبل الله منك، ومنيح اللي طلابنا وطالباتنا يستمعون إلى هذا الكلام. السؤال كان، أنا ما رح أبعث سؤال، حأبعث على المجموعة الجواب فقط. السؤال كان أنه هل تعتبر المعارف الروحية والكشوف والكذا يقينيات؟ هل هي علم حصولي أم علم حضوري؟ تمام، هذه فهي ليست علما، إذن هي تبقى في مجال الظنيات، هي لصاحبها علما إن كان على يقين أنها يقينيات وليس مخدوعا بها أو مثلا ملبسا عليه بها.